بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اللهم اجعلنا أسباب خير، واجعلنا سد منيع أمام أهل الشر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على اللئام. هذا ما نقوله، والله أكبر بالتمام والكمال في كل العصور وكل الأمكنة. ونعاود نذكر مقام العلم عندنا نحن أمة محمد عليه السلام. وكل العلم ما هوش علم إلا أن يكون نافع، من يوصلك تعرف ربي خاصة من خلال أسماء الحسنى، وتولي تعبده كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فهو يراك سبحانه وتعالى، ولا تخفى خافية، ويعلم السر أكبر من السر وأخفاه. ولهذا قل لكم تعلموا العلم الصحيح يفيدكم في دنياكم وأخراكم، واتركوا هاني أنا عالم ونياني عالم وكذا، اتركوا جانبا هذه فيلسوف والأخر فتلسوف، وانت ماشي داخلين كبة وخارجين قيام، والله أعلم يوم القيامة مش يكون حالهم حال، يكون حال لئام، لأنهم لم يختاروا في دنياهم علوما تنفعهم في دنياهم أخرى. والسلام.